من فريق العمل تحية إلى مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان والعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. الليلة قراءة في كتاب، والكتاب هو للمحامي والوزير السابق كريم بقردوني، والعنوان ميشيل عون رجل التحديات، الذي صدر الأسبوع الفائت عن دار كنعان. سنتوقف معا عند محطات بارزة في مسيرة الرئيس السابق ميشيل عون، بدءا من المدرسة الحربية التي التحق بها العام 1955، وصولا إلى رئاسة الجمهورية التي اعتلى كرسيها عام 2016. وما بين المحطتين سنستعيد محطات مفصلية بقيادة الجيش التي كان عاشر جنرال يتولى دفة قيادتها، والحكومة العسكرية وحروب الإلغاء والتحرير والمنفى ومن ثم العودة التسونامية. وسنحاول أن نفصل في حلقة الليلة علاقة الرئيس عون بسوريا وبكل القيادات السياسية على الساحة اللبنانية قبل منفاه الباريزي وبعده. الأستاذ كريم بقردوني، أهلا بك في تلفزيون لبنان، ومبروك لك هذا الكتاب الرابع. وشكرا لك. شكرا لك. خلينا نبلش بالعنوان يلي هو ميشيل عون رجل التحديات. ليه هالعنوان؟ علما أنه منعرف أنك كتير أخذت وقت تتعنون هذا العنوان، يعني سألتك يمكن مرتين ثلاثة نلتقى، قلك خلصت الكتاب؟ تقلي إيه عم خلصه. العنوان تقلي بعد ما ركب براس العنوان. لا هذا العنوان، يعني لا تعتبر ميشيل عون هو رجل التحديات؟ لأنه كلمة تحديات تشبه، والتحديات مش معنى أنه كل واحد لما بيواجه شغلة لازم يربح فيها أو هذا. ممكن تكون تحدي وبعدين ما تقدر تحقق اللي بدك، مثل ما ممكن تحدي وتحقق اللي بدك. التحدي هي كلمة بتعبر عن شخصية الرئيس عون، أنه هو بحركة دائمة، يعني حتى بحركة دائمة أو يحب التحدي، بحب بحركة دائمة، ولمن بيقرر يروح لمحل بيمشي للآخر، ولو في صعوبات ولو في مغامرة بالمشي الآخر. ولمن بيقرر ما يتحرك ويضل محله، ما حدا بيقدر يدفشه تيتحرك. هو هاي طبيعته. لهالسبب أنا التحدي أخذته بالمعنيين. المعنى الأول أنه واحد ما بيخاف اللي من بده شيء بيعمله، وكما أنه التحدي كمان لمن ما بده شيء وما بده يتحرك وما بيعتبر هيدي بيقدر يقعد ويطول بقعدته، يعني بيفاجئ الكل لأنه مرات بيقعد بالاستكانة. طبعا 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 هاي شخصية مش قليلة توجد، يعني فمنهم بيتحركوا بيضلوا يتحركوا، فمنهم بيضلوا قاعدين وما بيتحركوا. هو لا بيجمع بين الاثنين طبعا. طيب بدي بلش بهيك، يعني مقاطع الكتاب أو المفاصل الأساسية بالكتاب من الأخير، يعني وتحديدا بالخلاصة بالخاتمة يلي عم بتقيم فيها عهد الرئيس عون. بتقول بالصفحة 564، خط معركة عون، عم تحكي عن حالك، خط معركة عون لوصوله إلى الرئاسة اقتناعا مني أنه الأكثر أهلية لبناء الدولة القوية والعادلة والشفافة. هل كان الرئيس عون بهالخطوط العريضة اللي حطيتها حقق لك ظنك أو خيب لك ظنك؟ أنا بدي جاوب الشيء اللي سألته إله وجاوبني. أنا بآخر عهده، يعني بعد شهر ما كان قاعد بالبيت خلص العهد، طلعت لعنده قعدنا قعدة طويلة، استعرضنا قعدت وسألته السؤال، أنت حققت يلي بدك بعهدك؟ قال لي أنت بتعرفني أنا طموح، لا أنا لم أحقق كل ما أريد، ولكن أنا حققت الممكن الصعب. يعني هل هو تقييمه لعهده، هل هو زيت التقييم لإلك؟ تقريبا زيت، يعني أنا بقول أنه هذا عهد
لا شك تميز لا شك تميز عن باقي عن الكثير من العهود، مش ما نقول عن باقي العهود. أنا كنت بعتبر أنه ممكن يكون خلينا نقول فؤاد شهاب الثاني على سبيل المثال، هو عمل إذا بدك ميشيل عون الأول وسعى من خلال هذا الأمر إلى أنه يبني دولة. يعني إذا بدك نختصره في محاولة بناء الدولة، هل استطاع أن يبني كل الدولة؟ جوابي لا بالتأكيد. وهل استطاع وهل حتى أن يبني بعض هذه الدولة؟ يعني ما شفنا هذه الدولة اليمنية، كيف بدنا نقول يعني أنه تمكن من استعادة بعض الدولة؟ لحلك أول شيء لا شك أنه الجيش كان عملية صناعة جيدة وصناعة بقيت. عم بلش بالجيش، وأنا برأيي الجيش اللي تركه ميشيل عون جيش مستمر مقاتل، وخاصة جيش لبناني بالمعنى العقائدي للكلمة هذه. ومبين أنه جوزيف عون كمل بهذا الجيش، واليوم في احترام للجيش من كل الأطراف. هاي الجيش. هلأ في شغلة تانية، فكرة الإصلاح. لا شك إذا بتراجع كل مسار، ما عمل خطاب، ما عمل حديث، ما عمل مقابلة إلا وركز على الإصلاح. هلأ قديش عمل بالإصلاح؟ الإصلاح ما بيخلص، الإصلاح شيء طويل ما فيك تحققه كله، ولكن فيك تقنع الناس. اليوم أنا برأيي إذا بنعمل استفتاء، ويا ريت حدا بيعمل استفتاء، شو بدك؟ إذا بتسأل لبناني شو بدك؟ بلك بدي إصلاح، بدي إصلاح الدولة، بدي أخلص من الفساد. أوكي. يعني ما مش بس حتى فيه. أنت إصلاح. بتقول خليني ما دام عم تحكي هالمفهوم، يعني مفهوم الإصلاح يعني يساوي الإصلاحات. بتقول بالصفحة 563 لم يتمكن من وضع الحد الأدنى من الإصلاحات في عهده. هلأ عم تقول حضرتك أنه عم يدعي إلى الإصلاح. طبعاً. هل أنه رئيس الهيئة يعني بالنتيجة رئيس السلطة التنفيذية، وأيضاً فيما يتعلق أنه رئيس الجمهورية وهو بيقدر يتحكم نوعاً ما بالحكومات، هل فقط أن يكتفي بالخطب والتصريحات أو عليه أن يحول هذه الإصلاحات إلى فعل؟ المنظومة القائمة من 30 سنة قبله ما قدر عليها، لم يتمكن. لا. وكانت منظومة متماسكة وعم بتواجهه، وهو لأنه كان معروف أنه جاي تعمل إصلاحات يعني على حساب هذه المنظومة. المنظومة ركبت خلال 6 سنوات، وهذه فينا نحكي مفصلا فيها، بس هذه بدها كتاب تاني. مفصلا المنظومة قوية جدا اللي كانت بوجهه، جرب يعمل عدة خروقات منها، وهذا من خلال حكومات، من خلال تعيينات، ضلت كل هالأعمال إذا بدك بأولها، ما قدرت تخرق لمحل. دائماً بقول لك إيه، نسي جيش يلي ما كان حدا غير شيء، غير شيء، قضية قائمة بحد ذاتها، بس ما قدر يعمل إصلاح. يعني على سبيل المثال، أكثر واحد حكي بالفساد هو ميشيل عون. يعني مطرح ما كان، كان اللي بيسألوه شو بدك تعمل، يقولون بدي حارب الفساد، قبل ما يقول بدي حارب إسرائيل مثلا، هو ما يقول بدي حارب الفساد. الفساد ما قدر وقفه، وترك وراه اللي عم نشوفه هلأ. يعني كلامك أنت ترك بدل أنه ما زال الفساد قائما، أو الفاسدين، أو الأقوياء بالفساد، أو المستفيدين من الفساد، لأنه في أنواع عديدة من الفساد. حتى أنت بتقول أنه لم يتم اعتقال فاسد واحد في عهده. وأنا كنت أقول له أنه بلش جيب واحد تنقول بكرة بلشنا بالفساد. ليه ما نجيب هالواحد؟ هل ما كان في استراتيجية واضحة في هذا الموضوع، أو خطة واضحة محكمة للوصول إلى هذه الغاية؟ كان في إذا بدك إرادة واضحة، إرادة نية
نية إرادة واضحة، بس ما كان عنده وسائلها، وهي يلي بتدل أنه رئيس جمهورية اليوم صلاحياته بتضيق صلاحياته، ما عاد قادر يعمل يلي بده إياه. وإذا بده كان يطرح، وانطرحت يعني ما بدنا نفوت بتفاصيل هذه، ما بيقدر رئيس جمهورية بلا رئيس حكومي وبلا رئيس مجلس نواب يعمل شيء. بس كان على وفاق خصوصا إلى 17 تشرين مع رئيس الحكومة، مش كان في تناغم. في تناغم صحيح، في تناغم، بس كمان في رئيس مجلس النواب. يعني ما بتقدر الحكومة أو الإصلاح أو القرار إلا ثلاثي الحركة، يعني بدك رئيس جمهورية، رئيس حكومي، ومجلس نواب. يعني هل تعتبر بشكل أو بآخر أن نبيه بري هو الذي فخخ عهد العماد عوض؟ لا لا، ما فخخ عهده، كان أقوى. إذا كان أقوى من الرئيس الأول يلي هو والرئيس الثالث. أنا نصيحتي هذه، وهلا عم بقولها لأنه الأمور صارت وراء، أنا لما وصل الرئيس عوض، ويمكن قبل ما وصل، كان يقول لي شو لازم أعمل. هو كان يسأل للكل يعني، مش لي وحدي. وين بخلية السبب؟ شو لازم أعمل؟ كان يقول له اتفق مع نبيه بري. نبيه. يعني أنا كنت من الأول عارف أنه إذا اتفق مع نبيه بري بيقدر حقه كتير، وإذا ما اتفق بدنا نضل واقفين محلنا. وسبب كانت النصيحة الوحيدة الواضحة، الباقي أنا كنت أقول له الاتكال عليك مش علينا، يعني انت قادر يعني هون صار في خطأ للعهد بعدم الاتفاق مع نبيه. انا برايي صار في تقصير بهالنقطه يلي جعلت يعني انعكست سلبا على كل العهد. هذه وهيدي مش بس على ميشيل عون، انا برايي على الرئيس القادم كمان لازم يتعلم هذه الامثله مثل ما صار بالرؤساء السابقين. البعض بيعتبروا انه عهد الرئيس ميشيل عون انتهى عمليا ب 17 تشرين الاول 2019، هل بتوافق على هذا؟ شو 17 تشرين؟ يعني الوقت اللي اندلع ما يسمى بالثوره. لحلك شو بفكر عون وشو صار بالواقع. العون بفكر انه هو اجاله محطتين مرتين صدق انه بيقدر يعمل اصلاح لمن استلم وعملوا أول حكومة وعملوا برنامج للحكومة وعملوا هاي المنظومة القائمة ما تركته. والمرحلة الثانية اللي صار في 2019 اعتبرها فرصة وناداهم وبعت وراهم تعيشوا ملبوا. يعني في أول وحدة في منظومة منعته، تاني وحدة حتى في الحركة الشعبية في منظومة شعبية كبيرة ما تعاونت معه أو رفضت التعاون مع أنه هو دايما كانت قوته بالشعب. هل هذا يعني أنه الشعب يلي نزل ما كان بقى عنده ثقة فيه؟ شوف، كلمة الشعبية لازم واحد يفكر فيها مليا قبل أنه يطرحها. مش مين ما كان شعبي، بس ما في حدا شعبيته دون حدود. يعني ميشيل عون لما وصل على الحكم، أنا برأيي هو وكميل شمعون مثلا هيك بقارن، وصلوا على الحكم شعبيين، فمنه وصلوا على الحكم غير شعبيين وظهروا غير شعبيين. بس هو فمنه وصل على الحكم ما وصل أقوى من كميل شمعون، لأنه كان بوقتها وقت الوصل كميل شمعون فتى العروبة الأغاض، وهودي المسيحيين أو على الأقل الرأي العام مسيحي ما كان كتير يتقبل هذا الأمر، بينما كان الرئيس عون هو الزعيم المسيحي الأقوى وقت اللي وصل. كميل شمعون مش بهمش كيف وصل، بهم كيف ضحى. كيف طلع؟ أكيد طلع ببيئته قوي كتير أكيد. هادي والرئيس هذا بيطبق الرئيس عون انه كيف فات شعبي، بس البهم كيف ظهر. التحدي مش كيف تفوت، كيف تظهر. كيف تظهر؟ اخر صوره شو هي؟ اخر صوره لكميل شمعون كان شعبيه وظهر وعمل حزب، ترجم هالشيء بحزب.
آخر صورة للرئيس الرئيس عون ما كانت صورة شعبية. يعني مع أنه الكلام يلي قاله بمقابلتين بهيدي بآخر عهده هو مشروع خلاص للبنان. أنا يعني بنصح يلي يقروا على مهلون آخر مقابلتين يلي موجودين بالكتاب بآخره يعني بآخر 10 صفحات. عمل مشروع برنامج عمل، يعني هو عم بيقول أنه أنا ما قدرت أحقق برنامج عملي، تعوا يا أخوين نحقق معا، أو تعا يا رئيس جمهورية القادم نحقق معا. انطلاقا يعني من هذا الكلام عن الشعبية، برأيك ألم يكن من الأفضل لعون لو بقي زعيما شعبيا قويا بدلا من أن يصبح رئيسا ضعيفا أو عاديا؟ أنا رئيس، شوف هو كل مرونة خلينا نحكي يطمح، مش لمن بيخلق يعني أول أول ما يبلش يدرك الأهمية يعني هالكرسي هاي لا شك هي هدف لكل زعيم مروني. هلأ كل زعيم مروني ما قدر وصل، بس للي وصل كمان كان عنده صعوبات تحقق يعني. وبالتالي أنا بعتقد هذا من الطبيعي جدا أنه تفوت إملي كميل شمعون يلي هو وضع خاص، وضع خاص جدا، فات شعبية بشعبية عروبية وعربية وظهر بشعبية مسيحية. صح يعني هذا الرئيس الرئيس عون فات بشعبية مش مسيحية، وطنية هو. صح لا شك انتخابه كان مش انتخاب مسيحي، كان بتفاهمات مع الجميع تقريبا طبعاً. ولا شك انه سمير جعجع مثلا انتخاب سمير يعني دعم سمير جعجع له دور، كان دعم سعد الحريري دور اساسي يعني قدر وصل بقوه تفاهمات مع القوى الاساسيه كلها. فات هيك بس كمان ما قدر يظهر وهو متفق، بالعكس يعني اختلف هو وسمير جعجع على الطريق. الحريري كمان صار ترك، الحريري ترك انه على الطريق هذا. وبالتالي من انحرف برايك عن الطريق قبل، العماد عون والعهد، خلينا نقول العهد، او سمير جعجع وسعد الحريري؟ بهاي القضيه انا واضح صار في اتفاق مع رب. اتفاق مكتوب طبعا، تفاهم مع رب. اوكي تفاهم معروف يلي من جهه القوات اللبنانيه يعني سمير جعجع بيقول انا بدي رئيس اسمه ميشيل عون. وميشيل عون تعهد انه يعمل مناصفه في كل شيء. هالمناصفه ما تمت. مناصفه يعني بالوزراء يكونوا اذا في 3 وزراء أساسيين أو يكون في 3 وزراء من هالجهه، بالتعيينات اذا كذا مدير عام تنقول في شيء، 10 مسيحيين يكونوا 5 بـ5. هلوم مجرة يعني فكره المناصفه، فكره المناصفه ما تطبقت. هذا ضرب تفاهم مع رب طبعا، هي الاساس. هذا الاساس يلي بلش تفاهم مع رب يتراجع الى حد هلا حاليا هما الابعد. هذه وبرايي الشخصي المسيحيين لما بيتفقوا الكل بيمشي معهم، ولما بيختلفوا الكل بيستفيدوا من خلافهم. هذا اللي عم يحصل، هذا اللي عم يحصل اليوم. طيب حكينا عن المسار، هل هذا يعني، بدي اختم هالمحور هذا، هل هذا يعني انه العهد او الرئيس عون هو مشروع سلطه اكثر مما هو مشروع دوله وجمهوريه؟ لا مشروع سلطة ودولة وجمهورية كان بيكملوا بعضهم. طبعا وبعقله هيك كان يعني، ولسبب بعده لهلا يعني بيعمل انتخابات نيابية لأنه بيعرف أنه لازم واحد تيأثر يكون عنده كتلة نيابية. بعده بأي حكومة بيقول بدي عين الناس لأنه بيعرف للي بالحكومة. مش ليك راسه عملي جدا، ولمن بيقتنع بشغله بيروح فيها للاخر، بس بذات الوقت بيعرف اللعبه اللبنانيه. يعني
بيعرف تماما انه بلبنان في تلت معه. التلت الثاني لما بيكون بالحكم بيصير معه. التلت الثالث اذا عمل رئيس جمهوريه اللي بده اياه بيصير الثلاثه معه. التلتين هن تلت معه. كيف ما برميت عنده تلت الشعب. اذا فات بالحكومات وتفاهم مع رئيس جمهوريه بيربح التلت الثاني. بصير عنده 60 بدل 66 بدل من 30. واذا جاب رئيس جمهوريه اللي بده اللي طارحه بيرجع 100% ماسك اللعبه. لسبب هو بتلاقيه بكل مرحله الانتخابات النيابيه بيتحرك، التشكيل الحكومي بيتحرك، وهلا في الحكومه، وهلا ثلاثه فيهم شغور. يعني ما ننسى هلا الوضعيه الحاليه، يعني اذا واحد ما بيحب يتحرك لازم يتحرك. صحيح. لانه شغور رئيس جمهوريه، شغور رئيس حكومه، مش رئيس حكومه، حكومه انتقاليه، تصريف اعمال. يعني مش حكومه اعمال، تصريف اعمال هيدي. وطبعا ثالث وحده انا بعتبر حاكم مصرف لبنان هذا شغور كبير. اكيد. طيب هلا يلي عم بيتحرك هو النائب جبران بسيد، يعني رئيس التيار الوطني الحر. هون السؤال كمان، هل تعتبر انه كان له تداعيات سلبيه لتدخل جبران بسيل في هذا العهد؟ يعني اثر سلبا على حركه العهد؟ شوف. على حركه الرئيس ميشيل عون؟ شوف لحلك، جبران ذكي وجبران شغيل وجبران بيعرف منيح اكثر من غيره عمه ميشيل عون. لسبب كان، يعني انا سالته السؤال وجواب لمين؟ للرئيس عون؟ طبعا. ايه؟ قلت له ليش جبران؟ ايه؟ قال لي لانه بيجي لعندي بيقول لي شيء انا عم فكر فيه. اثنين انا بوافق، بروح بنفذ هذا الشيء. ثلاثة بعد ما ينفذ بيجي بيقول لي انا عملت ذلك، شو بدي اعمل؟ قال لي ما في حدا من حولي بيقدر يحقق هالامور. بيقدر هالثلاث شغلات الا جبران. انا ما اخترت جبران. وشدد بكلم اخر، انا ما اخترت جبران لانه من العائله او لانه صهر، لا اخترته لانه هو بقادر، هو في هذا قادر يفهم وينفذ ويجي يقدم هذا التنفيذ لخدمه. طيب. الدول. هيدي نظره الرئيس عون الى جبران بسيل. انت نظرتك اثر جبران بسيل او تاثير جبران بسيل على العالم؟ انا بدي اجاوب. في جبران مساله الشعبيه. نعم. اذا بدك مساله العقليه وكرجل دولي، رجل دولي. بس مش رجل شعبي. وبيقدر، ونحن بنعرف كثير رجال دولة بس مش رجال شعبي، وفي رجال شعبي مش رجال دولة. صح. حتى يعني رئيس فؤاد الشهاب ما كان شعبي. طبعاً. يعني أعظم طبعاً رجل دولة بالتاريخ. منه شعبي. لسبب أنا بقول جبران عنده مشكلة شعبية. ما عنده مشكلة جد، ما عنده مشكلة قدرات أو فكرة حكم. لا بيعرف الدولة كيف لازم تكون راكبة، بيعرف انه في مناصفة بالدولة، بيعرفهم كلهم هودي. والعيش المشترك، وهو فاتح بعده لليوم باجتماعات مستمرة، منها المعلن ومعلن ومنها غير المعلن، بعده بيشتغل على الخط. نقطة الضعف هي شعبيته. هيدي بده يعرف يتصرف، انه ما عنده شعبية ويقدر يتصرف كرئيس دولة أو كرجل دولة، أو كقوة أساسية في الدولة. طيب بدي أنتقل معك إلى فصل ثاني يتعلق بعودة الرئيس ميشيل عون من المنفى. هل كانت عودته، لأنه هيدي كتير دقيقة وكتير أثارت تساؤلات وأسئلة، مفهوم. هل كانت عودته من باريس مدوزنة مع السلطة وحزب الله وسوريا؟ أنه أنت بكتابك تؤشر بخفض إلى هذا الموضوع، بتقول كان هم لحود الرئيس إميل لحود هو توفير حضور قوة شعبية مسيحية، يعني قوة العماد عون، تواجه قوة المعارضة، يعني إذن تشهوان بوقتها. شو
لا لحلك شو من قوة طحين. أنا هاي الفكرة اللي هلأ قلتها أنا حكيتها مع الرئيس لحوت. نعم. قلت له ما فيك تكفي من دون ما نعالج وضعية أرنة شهوين، وخاصة أرنة شهوين كانت ببكركي. صح. يعني بدك تعالج ببكركي وأرنة شهوين هي ربيبة ببكركي. قلت له ما فيك كمل، بدك تغير توازن عند المسيحيين. إذا ضل التوازن عند المسيحيين لصالح يلي ضدك ما فيك تكفي عهدك. وكان لك كان يلي ما بيعرفوه لأميل لحود بقلون كان أكتر واحد بذات الوقت متشدد، مش سهل أبدا، بس بذات الوقت بيعرف أنه مطرح ما لازم يرخي بيرخي، ومطرح ما لازم يضل متشدد بيضل متشدد. يعني في عنده مدونة، مدونة فكرية وعقلية. لا عنده معرفة. يعني ابن عائلة سياسية وعيش قائد جيش. ما تنسى للي بيعمل قائد جيش ناجح مثل رئيس لحوت بيقدر بيصير مرشح ليكون رئيس جمهورية ناجح. يعني هذا أنا للي بدي أقول لك، الرئيس لحود قدر يعمل شغلة الكل بعدهم ماشيين عليها وحل لي أكبر مشكلة، هي العلاقة، وهي هيدا ضعفته بالأول بس قوت لبنان وما زالت تقوي أي رئيس جمهورية، هي العلاقة بينه وبين حزب الله. عرف بينه وبين حزب الله يعمل تنسيق عملاني حقيقي، مش أنه بس كلامي وشعارات. يعني بعطي مثل هيدا لازم الكل يسمعه. الجنوب مبدئيا حزب الله، الرئيس لحود، وانتبه الرئيس لحود وما زال حتى الآن هيدا اللي بده يقوله قائم، اتفق هو وحزب الله يميل لحود، اتفق هو انه المكان يلي بيقدر يكون فيه العسكر ما بيكون فيه حزب الله، ومطرح ما بيقدر العسكر يكون بيروح بيكون حزب الله. وزعوا بهذه الطريقة، حزب الله صار بيعرف وين بيقدر مناطقه وبيكون المنطقة بأمرته، لأنه مش بأمرة الدولة، والمنطقة اللي بأمرة الدولة بيعرف بتعرف تماما أنه الحزب مش عدو ولا خصم ولا بده ينافس. يعني صار في تنسيق الى اخر الحدود. هذا التنسيق مثلا لحد الان ما زال قائما. هيدي وميشيل عون يلي هو عمل قائد جيش وعمل رئيس جمهوريه فهم هذا الامر، ولسبب اول ما رجع على لبنان، ترجع على سؤاله، كان براسه حزب الله. يرجع يتفهم هويه على ما هو قائم، وأنا برأيي حسن بمعنى التمثيل الداخلي المناصفة، والهيدي يعني صار في تحسين. لا بعد إذن هالفكرة هاي استراتيجية أساسية مع حزب الله، وهيدي بعدين بيعملوا انتخابات ضد بعضهم، بينزل مرشح من هون بيسقط من هون، هيديك بتصير تكتيك تفصيلي. بس ما كان هو انقلاب على الذات يلي عملوا هالأمر؟ يعني بنعرف انه شو كان حاكي عن حزب الله ومواقفه من حزب الله، هل هذا يعني ما كان في نوع من التغير بالموقف التبدل؟ مرات انت بتحكي تتقوي موقعك. يعني الليل يلي بيحكوا بيعملوا نقد ذاتي بلبنان لسوء الحظ، بس اللي بيحكي تقوي موقعه، مش هيك ينفذ كل اللي قاله. ايزنهاور بيقول افضل شيء انه لا ينفذ رئيس جمهوريه ما قاله كمرشح، لانه اذا بده ينفذ ما قاله كمرشح بتطير الدوله. هي بتطبق على هون. هيدي بيحكي كلام بقويله بمركزه، بقوي قناعات شعبيته. هون من اللي حساس حول الشعبيه. يعني بضل يسال، اكيد بضل يسال، فمنهم لما بيوصلوا ما بقعدوا يسألوا. لا هون بضل يسال كل يوم شو بيقولوا، شو عم بيعملوا، وشو لازم يضل ينعمل. وكان توجيهه الدائم لحزبه انتبه، بصوره خاصه لجبران، انتبه على الناس. طيب
سؤال أخير قبل ما ناخد أول فاصل إعلاني. كتابك عن الرئيس عون رجل التحديات، كتابك عن إميل لحود صدمة وصمود. من العنوان يبين وكأنك منحاز بشكل أو بآخر أكثر إلى تجربة الرئيس لحود، هل هذا صحيح؟ يعني صدمة وصمود، هون تحديات بالمطلق. إيه ليك لحود كانت أصعب مهمته. الرئيس عون شعبيته كانت تحميه بشكل كبير، هذه ما كانت متوفرة. مزبوط ما كانت. بعدين قصة اغتيال رئيس شهيد الرئيس. صحيح. رئيس شغل كبيرة. بدك كان حدا يقدر يحملها. يصمد. ايه يصمد. يتحمل الصدمة. يعني انت بتعرف في مليون شخص نزلوا كانوا بيقولوا انه يلي قتل، هن قرروا تاني يوم الاغتيال انه يلي قتل المنظومة الامنية يلي محمية يعني طبعا. المنظومة الامنية يعني كانوا يسموا بالاسم هيدا إميل لحود، بشار الاسد، وجميل السيد. يعني كانوا يسمون وكانوا يرفعوا هذه شعرة. طبعا مع الوقت قدر استوعب ونهى عهده في قناعات تامة انه ولا بشار الاسد ولا هو ولا جميل السيد لهم علاقة بهذه الجريمة. هاي شغلة مهمة. قدر قطع وقدر اقنع. يصمد. ايه طبعا طلبة صمود كبير. عهد إميل لحود صعب كان. مع انك قلت عن عهد عون انه العهد الاصعب. ايه باخر الاصعب. باخر. ايه. طيب رح اخذ اول فاصل اعلاني وبدي كمل معك عن العلاقات الملتبسه بين الرئيس عون وبين بعض القاضي اللبنانيين، يعني عنده كثير خلينا نقول التباسات مع قاضي اللبنانيين فيما يتعلق بالعلاقه، وانما بعد فاصل اعلاني اول. بالعلاقات السياسية بين الرئيس عون وبين بعض القادة والزعماء اللبنانيين، بدي بلش بالعلاقة بينه وبين الرئيس نبيه بري. ليه هالعلاقة دائما مكسورة؟ ليه هالكيمياء دائما مفقودة؟ لك من الأول هون أنا بعتقد كان واضح لي على الأقل. أنا نظريتي أنت بتعرفها أنه يلي بده ينجح عهده بده يأخذ بالاعتبار نبيه بري، ويلي ما بيأخذ بالاعتبار نبيه بري بيصير عهده أصعب. طيب بالمقابل بدك نبيه بري كمان يكون مقتنع يلعب اللعبة يفوت معك باللعبة. أنا بتصور أنه بدي أذكر أنه لما انتخب الرئيس عون نبيه بري شمع اخر اجتماع او بالاجتماعات يلي صارت اعلن، قال له انا كرئيس مجلس نواب نازل وبدي امن لك النصاب وعارف انك رح تطلع، بس انا رح امن النصاب وانتخب ضدك. طبعا هذا كلام واضح انه حط مسافه من اول الطريق بينه وبين ميشيل عون. ميشيل عون بالمقابل قبل هالشيء، بس ضل متذكره هو ورئيس انه في معارض اسمه نبيه بري. عشو كان عم بيراهن هون؟ انه مين؟ انه رئيس عون من خلال حزب الله انه بيقدر يلين مواقف الرئيس نبيه بري، وهذا كان الرهان الخاطئ ويلي بين كثير باخر العهد. انت بتعرف انه هلا بتعرف انه حزب الله كان مكلف نبيه بري بكل القضايا الداخليه، ونبيه بري كان معتمد على حزب الله بالمواجهه العسكريه. كانوا موزعين الشغل على بعضهم بشكل واضح، يعني ما حدا بيجهل هالنقطة. ويلي بيقول انه فلان كان نبيه بري كان هو اذا بدك الممثل الشيعي الاقوى، لانه حزب الله داعمه كمان في موضوع كل الامور الداخلية من البلديات لا ما بعرف للجمهوريات. هذه
هاي وحده. هلا العكس كان صحيح، قلما كان نبيه بري يتجاهل شيء بده بيصر عليه حزب الله ومرات يقبل. وكان حزب الله وهيدي لح كان همه يضل نبيه بري وميشيل عون متفقين، هم كان عند حزب الله، ومع ذلك لم يتفق الا قليلا يعني. كان 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 مرات يضغط على نبيه بري تيتفق مع ميشيل عون، ومرات يضغط على ميشيل عون تيتفق مع بري. بس باخر العهد برايك ما فضل حزب الله ان ينحاز الى علاقته مع امل ومع الرئيس نبيه بري على علاقته مع الرئيس عون ومع التيار الوطني؟ لا ما عمل هالانحياز، بس لك في اولويات عند كل حزب. انا عملت رئيس حزب وبعرف شو معناتها هيدي، وعملنا قوات لبنانيه وعملنا كتائب، كنا نعرف في احيان كثيره بتعمل الشيء يلي بتقدر عليه في حينه، يعني اصعب شيء مش صحيح الخصم هو الاصعب، مرات الحليف هو بيكون الاصعب، وهي بدك تعرف تعالج حليفك قبل ما تواجه خصمك. وهيدي صارت عدة مرات بين نبيه بري وميشيل هالثلاثي، نبيه بري حسن نصر الله وميشيل عون، مروا بكل هودي المراحل اللي وصفتها. يعني هل فينا نعتبر انطلاقا من هون انه امل او الرئيس نبيه بري هو الحليف اللدود لحزب الله؟ الحليف اللدود، الحليف اللدود حلو تنطبق. طيب خلينا وميشيل عون الحليف اللدود لنبيه بري، يعني اثنين ظابطه على اثنين المعادله. طيب الرئيس سعد الحريري انتقلت هالعلاقه من علاقه يعني. حتى بين كانه بين بي وابنه علاقه بنوه وابوه الى علاقه تنافر حاد، كيف؟ رح جاوبك لين انتقلت هالعلاقه من الدرجه انه كثير كانت جيده الى هذه الدرجه من السوء؟ ما خربت العلاقه من الحقيقه، ما خربت العلاقه بين يعني الرئيس عون والرئيس الحريري، مش صحيح انه كانوا في عده شغلات ما يتفقوا عليها، بس مش هي اللي خربت العلاقه، ما كنا عارفين يعني، خلينا نقول مني وطلوع هذا، ما كنا واعيين انه في بروبلم سعودي موجود، وهذا البروبلم السعودي اللي من انطرح خلص ما حدا بيظهر منه هذا. ولسبب اليوم يعني لما قرر سعد الحريري يخرج، ما خرج بسبب خلافه مع ميشيل عون، خرج لانه شعر انه السعوديه بدها اياه انه يخرج، بس مع انه رجع يحاول يدخل، بس انه كانت المشكل من كمان الشروط طبعا وكانت سعوديه يعني خلينا نقول انه موضوع كل الخلافات، يعني كان في خلافات بين رئيس لك اي رئيس حكومه، املي حالي استثنائيه كمان بين رشيد كرامي وفؤاد شهاب، باستثناء هذه الحاله يلي مزبوط كانوا على متناغمين ومختلفوا على شغله، رغم ذلك صار في خلافات لما صار في انتخابات على ايامه، كل واحد عمل شغل، بس عملوا نهج وحلف مزبوط، كانوا نهج مزبوط. هلا ما صار خلاف، يعني بتحمل هون السعوديه مسؤوليه الامر؟ مش بحمل المسؤوليه، هي السبب، هي سبب انه يعني الرئيس سعد الحريري قرر انه يترك الحكم ويترك لبنان، يعني امرين معا، هذا مش سببه خلافه مع ميشيل عون ابدا. خلافه مع ميشيل عون كان ينحل باجتماعات قبل الحكومه او اجتماعات بين الحكومه، هيدا مش علاقه متحوله ثانيه، هي مع النائب السابق سامي فرجي، مع رئيس تيار المدد سامي فرجي كمان، شفنا ببدايه من بعد ما وصل العماد ميشيل عون الى بيروت الى لبنان، انه كان النائب سامي فرجي جزء من هذا التكتل الواسع اللي هو تكتل التغيير والاصلاح، وكانت العلاقه كثير جيده، كمان فيها شيء بين البنوه والابوه، ليه صار هيك بين الرجلين؟ هيك
عنده مأخذ لازم نقوله بوضوح وقاله بعتقد ما بعرف إذا صرح فيه بس كنا نعرف كان يعتبر سليمان فرنجية إنه ميشيل عون عم بيتعاطى معه كفرد من أفراد حزب أو تكتل في حين هو بيعتبر حاله هو قائم بذاته وهو مقرر يكون بالتكتل مش جزء من التكتل في فرق بالنظرة ولسبب هذا الأمر ما اختلفوا بالخط السياسي ولا اختلفوا لحد هلا ما اختلفوا بالخط ولا التخبوا على ولا اختلفوا على الانتخابات اختلفوا على طريقة التعامل بيعتبر سليمان فرنجية انه لازم كان يعاملوا ميشيل عون الرئيس ميشيل عون يعاملوا كقوة قائمة بذاتها عندها قرارها ورأيها هون المشكلة كانت بالرئيس عون أو أكتب بالنائب جبران باسيل ذات شيء يعني ما من ميز بهالمسائل وأنا برأيي كان عنده سليمان فرنجية معلش عم بحكي عن إنسان يعني غيري لازم يحكي عنه أحسن مني بس كان عنده إذا بدك نوع من أنه يقول لك أنه يا عمي بدنا آخر ميشيل عون بين كلنا صح يعني صح. كان عنده هالهيدا عنده بدنا نعمل مرات واحد بيو بصير صعب عليه ولكن هذا بيو كان هذا الفرق انتبه ما كان هالكلام عن جبران كان الكلام الأبوة والكذا عن ميشيل عون ايه كان ويتصرف معه هيك هلا بالاخر اخذ قراره يعني الداي بهذا القرار او بهذا الكسر رئاسة الجمهورية هي اللي كانت بالخلفية عند اثنين معركة رئاسة الجمهورية لك انا بلاقي طبيعي ما هيدي المعركة ذاتها شاهدناها بين اثنين كبار مش نضل احد كميل شمعون بيير جميل هذه كانت معركة يعني معركة رئاسة الجمهورية هذه ذات الوقت هدف كل مارونة يسعى إليها وبذات الوقت مشكلة كل المورنة يعني فظيعة قصة رئيس الجمهورية طيب العلاقة مع رئيس أمين الجميل بتقول هون كمان بالصفحة 50 على الرغم من الود الذي أظهره أمين الجميل طيب. لقائد الجيش الجديد هو طبعا كان الرئيس طبعا. هو رئيس جمهورية أمين الجميل فإن العلاقة بينهما لم تكن دائما على ما يرام وكان اللقاء الأصعب على عون هو اجتماعه الدوري كل يوم خميس طيب. كقائد جيش مع الجميل كرئيس الجمهورية ويظهر وجهه متجهد صح ليه؟ صحيح وكثيرا ما كان يخرج من هذه الاجتماعات وهو مكفهر الوجه لكن يتحسس على أمين الجميل لك مش هو يتحسس كان بين بعضهم يعني أمين الجميل وميشيل عون ما بحياتهم تقاربوا كأشخاص ما كمان العلاقات السياسية علاقات بشر صح علاقات ناس ما بحياتهم تقاربوا كشخصين اضطروا كل واحد يحمل الثاني من موقعه هيدا رئيس جمهورية وهيدا قائد جيش بده يحمل رئيس جمهورية ورئيس جمهورية بده يراعي قائد الجيش لسبب ما بحياته شخصيا صار في علاقة شخصية وأنا برأيي هيدي أساسية بعدم قيام إذا بدك تفاهم بالعمق هل هذا يعني أنه وقت اللي إجا العماد ميشيل عون قائدا للجيش أتى رغما عن إرادة الرئيس أمين الجميل؟ إيه لأنه لحلك لمن عم تردني على شغلات بشير جميل كان واحد من أهم أنا كنت دايما أسأل المرشح اللي بساعده بسأله كنت سؤالين دايما للكل مين بدك تجيب قائد جيش مين بدك تجيب محافظ او شو اسمه مصرف مصرف المركز حاكم مصرف لبنان يعني هيدا قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان انا كنت اعتبرهم هودي اثنين زي لما بيكون في رئيس جمهوريه اذا هودي ثلاثه ماشيين مشيت الدوله كلها انا سالته لبشير قلت له مين قال لي
قال لي إذا بتتركني أنا مش هلعون. إذا بتتركني؟ إذا تعيدي إلي. ولكن الوضع القويت والأوضاع صعبة، بدي شو كيف بدي وجهها. يعني كان براسه على لما إجا الرئيس جميل، الرئيس أمين جميل، هذا ما كان وارد عنده يجي مش وعرف حقه. ومشيل عون أول ما أخب يعني خبروه باغتيال بشير عرف حاله أنه قيادة الجيش خلص بتروح لمحل تاني. وبالتالي هو عرف حاله أنه مش قائد جيش، مش رح يتعين قائد جيش. وبالتالي عمل معاركه، معركة طبية، معركة تل الزعتر، معركة سوق الغرب، راح يعمل كعسكري يحارب من أجل المنطقة. هلا لمن صار في القصف اللي صار على الغربية وسائب إنه قصف فرن وراح أولاد ونساء وهيدي، ما عاد حدا يحمل. وكان المطلب هذا إقالة القائد الجيش. اضطر الرئيس جميل يتجاوب مع المطلب. وبالتالي أي واحد كان مطلوب أو قادر يستلم الجيش بهالحالة واحد مش هلعون. كان هو لما عينوا، ما كان عينوا خيارا، خيارا كان معين طنوس إبراهيم طنوس جميل. هذا هلا اضطرارا عين مش هلعون. يعني هذه الصورة وضلت العلاقة هيك. ايه لازم كنا نخبرها تنفهم نوعية العلاقة. موجودة العلاقة بس موجودة بهالإطار. طيب هذه المنطلقات نوصل معك إلى العلاقة الأصعب، وهي طبعا بين الرئيس ميشيل عون وبين الدكتور سمير جعجع. لي دايما تبدو هذه العلاقة فينا نعتبرها علاقة صعبة، بس فينا من ميلتنا نعتبرها حتى علاقة مستحيلة. 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 أنا كلمة مستحيلة بتعرف بالسياسة ما مقتنع فيها. مش علاقة بس مستحيلة. بس أنت مشارك بكتاب. بس أنا وقفت عن كلمة مستحيلة. الوطن الصعب والدولة المستحيلة. الدولة. إيه. كلمة مستحيلة مش محلها. هذه. ولكن إذا بدك مثل ما شبهنا بين الرئيس عون والرئيس جميل، رئيس أمين جميل، التشبيه هذا الآخر يلي فيه أعمله أنه ميشيل عون كان لمن يكون قوي ما يقرر يتفاهم مع سمير، وما كان ضروري يتفاهم مع سمير، كان يعتبر حاله أنه لازم سمير يتفاهم معه ولازم القوات تيجي لعنده. سمير جعجع لما كان قوي ولما كان ضعيف، يعني مر بالحالتين، يعني كان يعتبر أنه أخطر شيء على القوات هو ميشيل عون، لأنه يعني الوحيد يلي بيقدر يقول جيبوا سلاحاتكم وفوتوا لهون وبعدين يعطي أوامر للقوات اللبنانية أو يمشي القوات اللبنانية سياسية. واحد كان لسبب المقارنة صعبة جدا، يعني واحد كان يعتبر أنه خطر عليه وعلى قوته هو واحد اسمه ميشيل عون إذا استلم وصار قوي. واحد تاني بيعتبر أنه لازم القوات وسمير جعجع يكونوا بأمرة الجيش وبأمرته. طيب هل لازم هيدي هي يلي وصلت إلى حروب طبعا الإلغاء؟ طبعا حربين الإلغاء طبعا يعني طبعا. إذا فين هلا في حربين، هلا بعد هلا هيك إنه في حروب قل ما ينحكى عنها يلي عملها ميشيل عون ونجح، يعني لازم يعترف له فيها، يعني من طبي لتل الزعتر ل سوق الغرب، خاصة سوق الغرب، يعني عمل مواجهة أنا برأيي ميشيل عون قلما، لو غير ميشيل عون ما كان قدر عملها، لأنه كان عم بيواجه بنسبة 1/10، عم بيواجه فلسطينيين وسوريين وفي قوة نيران كثيفة كانت تزع كل المنطقة. بقى نقيم هيدي الحيلة. هلأ أنت
عم تسأل يعني تنصل إلى سبب حربي الإلغاء. أي أي حربي الإلغاء لحلك سببون مك لك كانوا يعملوا لجان مع ولجان مهمة يعني تمثل. جورج عدوان واحد من الناس يلي اشتغل باللجان واشتغل بالعلاقة بين اثنين شغل فظيع ليل نهار كان كان همه يشتغل هاي انه يضلوا يضلوا موحدين رغم انه كان في لجان رغم انه كان في ناس مثلي ينادوا. يعني انا كنت دائما قله لسبي رجعجع اذا انت اذا سقط عون تسقط معه وكنت أقول لعون إذا سقط جعجع سقط معه يعني هاي وطل وهيك صار يعني اللي صار. أي رغم كل هاي كل هاو كانت العلاقة الشخصية مفقودة. أنا برجع بقول لك أصحى تفتكر عم بحكي عن لبنان وعم بحكي عن الشرق الأوسط ما عم بحكي عن الولايات المتحدة أو أوروبا اللي عايشينه بفرنسا لا الأحزاب بيتفقوا أو بعيدة هون الأشخاص شخصيات سياسية ما بحياتها كان في علاقات شخصية بين اثنين ودية أبدا وما كانوا ليك بدي كمان شبه وتكون يمكن عم نخلص الموضوع كان كميل شمعون وبيير جميل خلافاتهم أكثر بكثير ما نتصور أكثر بكثير ولكن كيف فيك تأكد هالشيء ولكن كيف فيك تأكد هالشيء؟ ما أنا كنت آخر فترة أنا كنت بجيبها فوتوا بشير فوتوا بشير كعسكر وفوتوني إلي بجيبها كان هذا قتل لقب على طاولة الجبهة اللبنانية. شو كنت تشوف؟ أنه ما كان في ود عميق بين الرجلين. أنا كنت شو كنت تشوف؟ كنت لما يكون هني بيوصلوا كانوا اتنيناتهم كان كميل شمعون يكون عم بيحكي عن بيير جبيل عم بينتقد ما في حكي مباشر. تجريح لا ما في حكي تجريح أو بيير جبيل بوصل قبل يكون عم بيعمل ملاحظات كذا على أداش ولكن أول ما بيقولولون نفتح منفوت الصحفيين بيسألوا هذا بيقولون إيه شو بيعملوا بيكونوا قاعدين بوجه بعضهم بيقوموا بيسلموا على بعضهم هيك اثنيناتهم هذا شو بيطلع تاني يوم انه الود كثير قوي صوره بتطلع بيير جميل عم بيسلم على كميل شمعون اذا الوضع المسيحي بميت خير المسيحيين ويكونوا باقصى الحلاف بس ظاهريا ما يتركوا الخلاف ما يروحوا للناس حقيقه ما يعني نحن متفاهمين هالشيء هاي اللي ما كانت تحصل انا سالت اثنين مره الرئيس عون والدكتور جعجع سألته قلت له دخلك متذكرين آخر مرة هودي كانوا يجتمعوا بيير جميل وكانوا يجتمعون أسبوعيا هودي كل جمعة بإطار الجمعة اللبنانية طبعا ويطلع بيان مشترك صح يعني صح. المسيحي تاني يوم يشوف ما يعرف شو عم بيصير جوا هذا يشوف في صورة اثنين عم بيسلموا مع بعضهم وبيان إدوار حنان إدوار حنان يلي مرات ما ينقرأ إدوار حنان يكتبوا ويطلعوا هذا نظهر نقرا نحن شو كان ينطبخ قبل البيان؟ ايه ينطبخ قبل كانوا عندهم ثقه فيه انه ولما يكون يعني بيعرف هو شخصيه من الشخصيات يلي بيعرفوا كانوا قيمه الكلمه يعني يعرفوا يحكوا الكلمه اللازمه اكيد بالبيانات طيب وقت ايه وقت سالت الرئيس عون والدكتور جعجع لما بدي كفي لك هذه الصوره انا هلا سالت اثنين على مرحلتين انه انت اخر مره شفت الدكتور جعجع امتين يا رئيس ما عاد متذكر بالضبط يعني وسالت الدكتور جعجع امتين انت اخر مره شفت الرئيس عون طلع فيه هيك قال ما بعرف يمكن سنتين مش متذكر هيدي نقطه ضعف كبيره ونقطه كيف بده يتفاهموا اذا ما بيتلاقوا هلا أنا برأيي لازم يتلاقوا سوا أنا عندي حل بيقعدوا سوا ما بيكون في حدا بيحكوا يلي لازم يحكوا وبيطلعوا بالقرار على أساسه بيمشوا لأنه المسيحيين مش مسمح لهم يتقاتلوا بين بعضهم أو يكونوا مختلفين أو تكون هالقيادات هيدي اثنين مش حتى نسعة. ما بتجتمع مع بعضها يعني معقول يعني هلأ
والحقيقه يمكن صاروا 3 سنين مش مجتمعين مع بعضهم، مش ملاقيين بعضهم. شيء يعني هاي لوحدها بتقول لي انه لازم 2 يقعدوا ويخلصوا هذا الموضوع، ينهوه، بيقدروا ينهوه. لا فشلوا مش عم تقولوا بتفاهم مع بعض، هل لانه كان مثل ما بقول بعض انه تفاهم قائم على المصلحه وتوزيع الحصص؟ معرض هو كان مثل اي برنامج محطوط، مثل كل برنامج بتنفذ منه شيء وما بيتنفذ شيء. مش البروبلم شو كانت مكتوب بمعرض، البروبلم شو كانت نوايا او شو مكتوب بخلفية راس من جهة الدكتور جعجع ومن جهة الرئيس عون. بخلفية راس الرئيس عون شو؟ ما مش متفاهم مع. وبخلفية الدكتور جعجع مش متفاهم. كل واحد بالنسبة للتاني مش متفاهم مع التاني لسوء العز. يعني انا مضطر ما مضطر احكيهم، بس لانك انت عم تسالني بدي يكون واضح. هذا تفاهم مفقود. وفي مساعي، وهون يعني صار في عدة مساعي للتقارب ما ضبطت. هذا انا برايي في قرار لازم يتخذوه اثنيناتهم وما يحطوا وسيط بيناتهم. هن يقرروا وهن يحكوا مع بعضهم. يعني لما بده ياخذ قرار ياخذ تليفون ويحكي، هذه من ضرورات، من ضرورات بقاء رئيس الجمهورية قوي، وبقاء المسيحيين لهم دور، انه يكونوا الاقوياء المسيحيين متفاهمين مع بعضهم، مثل ما كان متفاهم كميل شمعون وبيير جميل، لازم يكون متفاهم ميشيل عون وسمير جعجع. انا بالنسبه لي واضحه تماما. رح ناخذ فاصل ثاني واخير. قبل ما كمل معك الحوار قلت لي بالفاصل الاعلاني انك حابب توضح شيء. بدي مش وضح، كمل. ايه؟ افضل ما يمكن أن يعملوا القيادات المسيحية للبنان، أولا يكونوا أقوياء بيكون لبنان قوي، بعدين للمسيحيين بالذات، يعني أنه يعملوا جبهة مشكلة من 4: سمير جعجع، جبران باسيل، سامي جميل، سلامي فرنجي. هودي جبهة استراتيجية، بيكونوا بيقدروا يعملوا انتخابات مع بعضهم أو انتخابات ضد بعضهم، مش ما بهم الانتخابات ولا هذا، حضورهم واجتماعهم سوا لإقرار المسائل الاستراتيجية في لبنان هي خلاص لبنان. بس أنت عارف أنه هن مختلفين على هذه القضايا الاستراتيجية، يعني بين التيار والمردة من جهة وبين القوات والكتائب، هن بدك إياهم يجتمعوا لقضايا استراتيجية أو لمصلحة مسيحية؟ لك أنا بدي إياهم يجتمعوا يطرحوا هالفوارق، لأنه في فوارق هذه بين بعضهم، يتفقوا على حد أقصى أو أدنى. أنا بقرروا في كل مفرق من هالمفارق، لأنه مش شغلة واحدة، عدة شغلات لازم يطرحوها، بس على مستوى سرتي من هون ورايح بيعملوا اللي بدهم. وأنا برأيي من هون ورايح بيقوى لبنان والعرب المسيحيين العرب كلهم بصيروا أقوى، والعرب كلهم بصير عندهم قوة يستعينوا بها في كل حين بالغرب وبغير الغرب. السبب أنا برأيي دورنا كبير كمسيحيين، أكيد، بس هون لازم يتنفذ، لازم توقف الخلافات استراتيجية. هلا بعدين مين بيعمل انتخابات، مين بيعمل بلديات، ما بدهم حاضنة مثل ما صار بال 75. يعني عندما ولدت جبهة الحرية والإنسان كان في جامعة الكسلي رهبنة، الرهبانية اللبنانية المارونية يلي هي تولت دور الحاضن. اليوم برأيك هل في هون نوع من أنواع الانكفاء للكنيسة لتلعب هذا الدور؟ لا، أنا هذا الدور فيك تلعبه بالعلن وبالسر، وفيهم الرهبان وغير الرهبان يلعبوا مع هالأربعة. يعني ما بدي أحصرها هلا، الرهبانيات إلى تأثيرها بهالمسألة، وحتى بكركي إذا بدها، وبكركي إلى تأثيرها أيضا. وبكركي والرهبانيات أنا بعرف تماما أنه بيرتاحوا لما بيشوفون مع بعضهم، ويبلشوا يعملوا حسابات لما بيشوفون ضد بعضهم، وبالتالي
في في عند استراتيجيا عند عند الكنيسة تأجمع الكل، عند الكنيسة في رغبة كبيرة أنه يكون القيادات المسيحية متفاهمة بين بعضها، وبده أنا برأيي إذا تحركت إما بكركة إما رهبانيات، بس بدها تتحرك بصبر يعني تتقدر وببطء عمل طبعا لأنه شغلة بدها وقت، مش اجتماع اجتماع ما بينفع شيء، بدها تعمل اجتماع فردي وبعدين ثنائي وبعدين ثلاثي وبعدين رباعي تتعلن لهالشيء، بدها شغل. وأنا برأيي بكركة دورة كبيرة بهالمسألة، وبالذات هالبطرك هذا البطرك مسيس جيدا يعني بيعرف اللعبة السياسية وبيعرف الأشخاص، قادر، وأنا بتمنى أنه يبلش يشتغلون ويحط خطة شغل لهم، خطة شغل يمكن تاخد سنة وسنتين طبعا، بس يمكن أن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة. بعد بدي أسألك عن العلاقة بين الرئيس ميشيل عون وحزب الله، هل التفاهم مع حزب الله كان حقيقة كما يقال أو كما يقول الطرفان إنه استراتيجي وطني ولحماية الوحدة الوطنية أو مصلحة سياسية؟ يعني كان حزب الله بحاجة إلى غطاء مسيحي، وكان الرئيس عون لأنه حورب بشكل أو بآخر من بعض قوى المعارضة كان بده يأمن الغطاء لاستمرار معاركه السياسية. ما في تحايل، الحلف الحقيقي هو يلي بيأمن مصلحة الفريقين ويلي بذات الوقت بيأمن أهداف مشتركة. أنا ما عرفت حلف مظبوط يعني استمر، هلأ في أحلاف تعلن وما بتستمر، ولكن تا يستمر أي حلف بده يكون أولا مأمن المصالح المشتركة بين اثنين، اثنين عنده أهداف مشتركة، إذا لم بتأمنوا هو الشغلتين بيقدر الحلف يروح بعيد، وإذا ما تأمنوا هالشغلتين ما في حلف. طيب خلينا نروح إلى العلاقة مع سوريا. علل عون زيارته إلى سوريا بالقول ترمي إلى تحسين دور المسيحيين في لبنان والمنطقة وتحصينه على خطأ الإرشاد الرسولي، هل هذا ما حصل؟ مزبوط. حصل هالأمر؟ مزبوط. شو أخذ العماد عون من هذه العلاقة؟ لحلك بشار الأسد رئيس سوري منفتح ومتعقل، يعني تعلم شو الغرب، تعلم بالخارج، مش جاي من البعث طالع من البعث طلوع، لا هذا نازل من الثقافة، خلينا نقول بس بالممارسات من 2011 اليوم كان كأنه قاتل هذا من لندن أو صار في ممارسات بعثية. بدي أقول لك تكفي لك هيدا لما بلش على خطة أنه بده تفاهم مع يغير، وحطوا وحدة من التفاهمات هو التفاهم مع عون، وكان حاطط هيدي كجزء أساسي من خطته، وصار فيه زيارات، ما تنسى صار فيه زيارات. هلا اللي وقف كل شيء هو حصول محاولة الانقلاب على هذا النظام السوري يلي ضل 11 سنة. أنا برأيي هلا النظام السوري بعدما أمسك من جديد بسوريا يعني ممكن أمسك يرجع ببعض سوريا بمعظم يعني هلا بسوريا المفيدة خلينا نقول بسوريا هلا بضل في مناطق فلتين، ليش اي دولة جيشها بيكون بكل المناطق؟ لا بس انت عارف قد في جيوش اليوم بسوريا، يعني عندك الايراني بسوريا، عندك التركي بجزء من سوريا، عندك يعني عندك كثير قوى داخل سوريا، عندك الروسي بسوريا. هذا سبب اللي عم بقول لك سوريا لمين بترجع سوريا يعني بدون كل هو او بتحالفات، يعني يمسك بشار الاسد القرار السوري هذا بالنهاية. أنا برأيي واحدة من أول الشغلات بصير تقارب ما بين عون أو بيرجع التقارب. طيب هذا لما بيمسك بس هلأ ما دامه ما أمسك بعد بكل ذلك مضطر يعالج المسائل الداخلية على حساب العلاقات الخارجية. في أولوية بسوريا حاليا الوضع الداخلي. طيب. لأنه في مسائل تانية وعيلة الرئيس بشار الأسد هي الوضع الاقتصادي والمالي أكيد. والكذا تبع الشعب مش بس في قصة الجيوش، في قصة الشعب كمان بده هذا. لسبب أنا مقتنع أنه واحدة من الشغلات الأساسية يلي بيعملها الرئيس بشار الأسد هو علاقته مع لبنان، وعلاقته مع لبنان جزء الأول منها
هو علاقته مع مشعل طيب بعد عندنا يمكن خمس دقائق يلا قول يا رب. بدنا نحكي عن الحاضر هلا، يعني انطلاقا من الكتاب انت كيف شايف الوضع الى اين يتجه؟ اول شيء على الحدود اللبنانيه وايضا في المنطقه، خلينا نبلش بالواقع اللبناني. هل نحن مثل ما عم بيبين يعني انه اسرائيل تحاول استدراج حزب الله الى الحرب، هل هذه الحرب ستقع؟ مش هيدا الهم الاول. اذا بدك مضبوط الهم الاول إيه؟ مثل ما كنا نقول او كان ينقال لبنان اولا. صار لبنان اولا، هلا بقول انا رئاسة الجمهورية اولا. اذا ما عملت رئاسة الجمهورية كله هذا ما بيصير. بده يكون في رئيس جمهورية يحل المشاكل الداخلية ويتعامل بالمشاكل الخارجية ومع الاحزاب. بدك تعمل رئيس جمهورية، الفراغ الرئاسي يؤدي الى كل اللي عم بيحصل حاليا، يعني عدم وجود مرجعيه بدها تفاوض او بدها هيدا. انا برايي الرئاسة الجمهورية اولا، هذا لازم يكون شعار الحاضر ولازم يتحقق خلال هذا العام. ما بيحمل لازم او يمكن يتحقق، انا مقتنع انه رح يتحقق، مش بس لازم. انا عندي ما يكفي من خلينا نقول معطيات معلومات، خلينا ما نقول معلومات، خلينا نقول شعور. شعوري الداخلي انه هذا العام سيكون عام انتخاب رئيس جمهوريه في لبنان. بعد شو؟ بعد معركه عسكريه او بعد استحقاق امني عسكري؟ مش بالضروره. مش بالضروره الاستحقاق الامني والعسكري، مش هو مش كل مره ما نعمل رئيس جمهوريه بده يكون في استحقاق عسكري. وهذه بعدين الاستحقاق العسكري ثبت انه في توازن قوة، ما حدا بيغلب حدا، بيطلع دائما بالنتيجه لغالب ولا مغلوب، او بيطلع بالنتيجه الغالب ما بينتفع والمغلوب بيكون مكسور. لا حل عسكريا في لبنان بالمطلق. لا، ما عم بحكي عن داخل لبنان، عم بحكي عن الحدود اللبنانيه الاسرائيليه. ايه، هل تتوقع هون يعني انه ويكون مقدمه لاعاده تكوين السلطه في لبنان؟ لا، مش شرط. إعادة السلطة في لبنان هي بتحل مشكلة الحدود، مش العكس. مشكلة الحدود ما مش منتظر شو بده يصير بين إسرائيل ولبنان والعرب تنعمل رئيس جمهورية أبدا. أنا ما بربط رئيس الجمهورية بأي شرط وبأي حدا. لازم هل كما يبدو هذا مسعى الخماسية برأيك رح ينجح هذا الأمر؟ يعني فصل المسار الرئاسي اللبناني عن الوضع المتدحرج في المنطقة وفي الجنوب؟ أنا برأيي وإذا ما نجح لازم الرباعية اللبنانية اللي حكينا عنها هي تجتمع وتفصل. الرباعية المسيحية. المسيحية. لازم هاي شغلتها، يعني تكون الرباعية المسيحية. إذا ما الخماسية زبطت معلش، الخماسية يعني الدولية ما تزبط، تزبط الرباعية اللبنانية. أستاذ كريم بقردوني بدي أتشكرك على هذا، وأنا بدي أتشكر اللقاء. يمكن بعد في سؤال مسألني بين سليمان فرنجي والعماد جوزيف عون، مين برأيك هو الأسرع للوصول أو عنده احتمالات أكبر بالوصول إلى رئاسة؟ اثنيناتهم عندهم احتمالات. ذات الاحتمالات؟ مش ذات الاحتمالات، يعني اثنيناتهم عندهم ما يكفي من قوة تيتنافسوا. وإذا ما اتفقوا بين بعضهم، أنا معي ينزلوا على مجلس النواب يصير تصويت. وفليكن. وبدي أذكر أنه نزل ب 1970 طلع سليمان فرنجي صوت واحد. صحيح. فيعني في مرجع، إذا الأفضل يتفاهموا مع بعضهم، إذا ما تفاهموا بين بعضهم لازم يروحوا على مجلس النواب. بدي أرجع أتشكرك على هذا اللقاء، وطبعا يعطيك ألف عافية على هذا. وأنا شكرا لكل اهتمامك. لا ولو أكيد، يعني كلنا ننتظر من كتاب السلام المفقود، كنا ننتظر كتبك. كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة مع وليد عبود. طبعا اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل، تصبحون على ألف خير.